الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي والوفد المرافق لها، سيدان رئيس لجنة التربية بغرفتين برمامان، سيد الرئيس المجلس الأعلى للغة العربية، سيد ممثل العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سيد الوالي الولاية والممثل له اليوم معنا، السلطات المدنية والعسكرية، ضيوفنا الكرام من مختلف دوائر الوزارية والمؤسسات العمومية كل باسمه ومقامه، سيدات والسادة إطارات قطاع التربية على المستوى المركزي والمحلي، أيها الشركاء الاجتماعيون، سيدات والسادة المرافقون البيداغوجيون والمنسقون الولائيون، أولياء التلاميذ المكرمين، أبناء التلاميذ، صباح الخير، الزلف اللون. يطيب لي بداية أن أتوجه بخالص عبارة الشكر والترحيب لكل الحاضرين معنا اليوم وفي مقدمتهم سعادة السفير دولة الإمارات العربية والسيدة الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الحفل التكريمي المنظم على شرف طلبة العشر الأوائل في منافسة تحدي القراءة العربي في طبعته الثالثة. كما لا يفوتني أن أتوجه بأصدق عبارة الشكر والامتنان لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رعايته هذا المشروع العربي المتميز. لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذا المشروع الذي يشجع التلاميذ على القراءة، ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر أن التصفيات الخاصة ببطل التحدي في الجزائر مرت بثلاث مراحل، حيث جرت المرحلة الأولى على مستوى المؤسسات التربوية من 29 أفريل إلى 3 مايو، المرحلة الثانية أقيمت ما بين الولايات في الفترة ما بين 6 و 10 مايو، أما المرحلة الثالثة فنظمت على المستوى الوطني في هذا الشهر ما بين 8 و 11 جويلية. وها هنا نحن نجتمع اليوم في هذا الحفل لتكريم الطلبة للأوائل العشر الأوائل على المستوى الوطني وإعلان اسم البطل الوطني الذي سيعود له شرف تمثيل الجزائر في مسابقة تحدي القراءة العربي ضمن تصفياته النهائية في إمارات دبي، وكلنا أمل أن تكون مشاركة ممثلي الجزائر متميز وناجحة في مرحلة الختامية. عندما عرضت علينا فكرة تحدي القراءة العربي أول مرة رحبنا بها كثيرا، لأنها كانت تندرج في نفس توجه البرنامج القطاعي، حيث كان لدينا نحن أيضا آنذاك مشروع لترقية القراءة لدى التلاميذ، لذلك رأينا في تحدي القراءة العربي مشروعا يعطي امتداد لبرنامج عملنا في هذا المجال ويتمشى مع سياستنا القطاعية التي جعلت من التحوير البيداغوجي أحد ركائزها الأساسية من خلال تعزيز تحكم في التعلمات الأساسية لا سيما اللغة العربية التي هي لغة التدريس في الجزائر، ومادة قائمة بذاتها إلى جانب اللغة الأمازيغية والتي كرست دستوريا لغة وطنية ورسمية. وهذا من دون إعفال تحسين تعلم اللغات الأجنبية باعتبارها
حسب ما جاء في القانون التوجيهي للتربية وسيلة للإطلاع على التوثيق والمبادلات مع ثقافات والحضارات الأجنبية. في هذا الإطار قامت وزارة التربية الوطنية باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل رفع مردود التلاميذ منها على وجه الخصوص. أولاً إعداد أدلة منهجية في مجال تعليمية اللغات وكيفية معالجة الأخطاء المسجلة في الإنتاجات التلاميذ. إثراء المكتبات المدرسية والتجديد رصيدها، وهنا يسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الجزيل للقائم على مشروع تحدي القراءة العربي الذين قدموا هبة للمؤسسات التعليمية تتمثل في عدد كبير من الكتب القيمة، حيث استهدف هذه العملية 10 مؤسسات من كل ولايات اخترت على أساس نتائج المحصل عليها. وشكرا مرة أخرى. في نفس الإطار قمنا بشراكة مع وزارة الثقافة بتزويد المكتبات المدرسية بعدد معتبر من العناوين لمؤلفين جزائريين حتى نعطي للمرجعية الثقافية الجزائرية المكانة التي تليق بها. ترقية مختلف الأنشطة داعمة لتعلم التلاميذ وخاصة ترفيهية منها، وكذلك تظاهرة الوطنية أقلام بلادي للكتابة الإبداعية تحت الشعار المتعة في المطالعة والرغبة في الكتابة، والتي أشرفنا على انطلاق تصفياتها الوطنية يوم 5 جويلية تزامناً مع ذكرى المزدوجة لعيد الاستقلال والشباب. إن تظاهرة أقلام بلادي المنظمة بتعاون مع وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للأمازيغية بمساهمة الأدباء الجزائريين تهدف إلى تشجيع التلاميذ على قراءة مؤلفات من تراثنا الأدبي الوطني بكل لغات. اكتشاف المواهب، تنمية القدرات الكتابية الإبداعية لدى التلاميذ، الاستغلال الأقصى للرصيد الأدبي الجزائري، وترخيص ترسيخ الخيال الأدبي الجزائري لدى الأطفال منذ السنوات الأولى في المدرسة. ولبلوغ هذه الأهداف والتشجيع المشاركة تم وضع تحت تصرف التلاميذ نصوص لمؤلفين جزائريين أخذت من المختارات الأدبية المدرسية التي تم إعدادها بلغتين العربية والأمازيغية واللغة الأجنبية، إلى جانب التنشيط ورشاد للكتابة والقراءة من طرف أدباء ومؤلفين جزائريين بحضور تلاميذ الفائزين في المرحلتين الولائية والوطنية. إن تظاهرة أقلام بلادي تأتي كامتداد طبيعي للقراءة، حيث تسمح للتلاميذ الذين أظهروا استعدادات عالية في القراءة أن يعبروا عن أفكارهم ومواهبهم الكتابية باللغتين الوطنيتين والرسميتين إلى جانب اللغة الأجنبية الأولى. ونحن نطمح إلى توسعة دائرة إلى اللغات الأجنبية الأخرى في طبيعة القديمة. كما نذكر أنه توجد عدة تظاهرات ثقافية أخرى يشارك فيها تلاميذنا منها الدولية والوطنية. نذكر منها على سبيل المثال مسابقة فن تراسل المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للبريد، والمسابقة المنظمة من قبل المجلس البريطاني البريتيش كونسيل ومعهد جوت الألماني، إلى جانب البرنامج الوطني لترقية
القراءة والنشاطات الثقافية، القراءة الممتعة في مختلف اللغات، ترقية المسرح في الوسط المدرسي وإلى آخره. إن كل هذه البرامج من شأنها المساهمة في بلوغ أهداف المسطرة من قبل وزارة التربية الوطنية من خلال توفير سبل مختلفة ومتعددة تسمح لجميع التلاميذ من إيجاد النمط الذي يناسبهم من أجل تحسين مستواهم وتمكينهم من تنمية وصقل مواهبهم الإبداعية، أخذين بعين الاعتبار الموروث الثقافي الوطني الذي نعمل على التعزيز وبحثه بفضل مختلف تظاهرات المنظمة في مدارس الجزائرية التي تشهد حركية جديدة تمثلت في إعادة تنشيط مختلف نوادي الأدبية والعلمية، وكذا تأسيس لأسبوع المدرسي في نهاية السنة الدراسية كتتويج للأعمال المنجزة طوال السنة الدراسية. ومع منافسة تحدي القراءة العربي هي إذن مبادرة أخرى تأتي لتضاف لسلسلة الإجراءات المتخذة. أيها الحضور الكريم، إننا نعمل على تشجيع الطفل الجزائري على القراءة، قراءة مؤلفات غيرنا من الشعوب، ولكن قبل ذلك قراءة ما ينتجه أدباؤنا. إن للجزائر رصيد ثقافي ثري لنا أن نفتخر به، فأدباؤنا موهوبون، فكثيرا منهم كرم بالخارج وتحصل على جوائز عالمية، وليس من الصدفة أن تخصص الجزائر يوما هو 16 أبريل لتمجيد العلم، العلماء والنساء والرجال الثقافة، وما التكريم فخامة الرئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة من الوجوه الثقافية بمناسبة يوم العلم والتأسيس العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة تعليم عاشي لمبدعين الشباب وجائزة آسيا جبار الخاصة بالرواية، والتي تمنح سنويا لثلاث أفضل روايات جزائرية مكتوبة باللغات العربية الأمازيغية والفرنسية، إلا التعبير عن العناية الكبيرة التي توليها الدولة الجزائرية للعلم والثقافة. وفي الختام أجدد عبارات الشكر والامتنان لمنظمي برنامج تحدي القراءة العربي من دولة الإمارات الشقيقة، خاصة سيدة نجلة شامسي الأمين العام للمشروع الذي تهدف إلى تفعيل المقروئية في الوسط المدرسي وبناء شبكة من القراء العرب ناشئين والتفعيل تواصل فيما بينهم والتعزيز الحس الوطني. كما أتوجه بشكر جزيل للخبراء الإماراتيين لما أظهروه من الاستعداد وما قدموه من عون ومرافقة لمفتشنا ورؤساء المؤسسات التعليمية والأساتذة على مدار كل المراحل المشروع. والشكر الموصول لكل المشرفين الجزائريين الذين أثاروا التلاميذ، دون أن أنسى تهنئة كل التلاميذ المشاركين، متمنية لبطل الجزائر التألق ولم لا العودة بتتويج لأرض الوطن. وشكرا. كانت هذه كلمة